أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي، أن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عوراتهم. ثلاثين طالب تخرج اليوم بعد صبر طويل. كلية الطب التي أنشأناها بعدة أماكن في سوريا نتيجة القصف، نتيجة الحصار، كنا ننتقل من مكان إلى آخر، واليوم استقرينا في شمال حلب. عدد طلابنا 800، يدرس بها أسرة تعليمية هي كانت جزء من جامعة حلب وجامعة دمشق سابقا. خريجنا هذا العام أيضا تجاوزوا أو نجحوا بالفحص الوطني الذي يشابه أي امتحان في أي جامعة أخرى، ومنهم من قبل في الأطفال وبعض الاختصاصات مثل الجراحة العامة والجراحة العظمية وأيضا التوليد. خرجنا بعد انقطاع دام 12 سنة. رفقاتي اللي معاي كانوا من دفعتي تخرجوا هلا وخلصوا ماجستير وخلصوا اختصاص. الحمد لله، يعني هي ما سهلة ابدا. عندي 4 اولاد وتعرف الظروف الظروف اللي عايشين فيها صعبة. يعني الحمد لله بتوفير الدعم من جوزي وقرايبيني ورفقاتي، الحمد لله قدرنا نتخطى كل الصعاب ونتخرج نوصل لهالمرحلة هي اللي وصلنا لها.